لكم الله سبحانه جل وعلا هذه طريق العزة للأمة أيها الكرام. لطالما ناخت الأمة من الهوان ومن الذل، الآن جاء أوان العزة أيها الكرام مع هؤلاء الصابرون المحتسبون المقاومون الواقفون في وجه الظلم في وجه الاستكبار، هم يواجهون العالم كله أيها الكرام. إنما الكيان الصهيوني هذه الغدة السرطانية بثها الغرب في قلب الأمة ليذل الأمة ولتبقى حارسا له وأمام عزة هذه الأمة. فهذه مرحلة المقاومة تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ الأمة وليس في تاريخ فلسطين فقط. فنسأل الله عز وجل أن ينصرهم، نسأل الله جل وعلا أن ينصرهم. اللهم انصر مصر مبينا يا رب العالمين، اللهم انصر مصر مبينا يا رب العالمين، اللهم كن لهم ولي ونصر يا رب العالمين، اللهم ارحم شهداءهم هؤلاء الشهداء يا رب، انزلهم منازل الفردوس الاعلى يا رب العالمين. اللهم يا رب كن مع غزة، كن مع الاطفال والنساء والشيوخ والابرياء يا رب العالمين. اللهم رب كن لهم ولي ونصرا وظهيرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم بارك في رماية المجاهدين، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، يا رب بارك في رمايتهم، يا رب بارك في قوتهم وزدهم قوة مع قوتهم وصبرا مع صبرهم يا رب العالمين. اللهم ارض عنهم كيد الكائدين، اللهم ارض عنهم كيد الكائدين، اللهم ارض عنهم كيد الكائدين، اللهم اجعل كيد اليهود الصائنة يرتدون نحورهم يا رب العالمين. اللهم لا تمكنهم من المؤمنين ولا تمكنهم يا ربي من المجاهدين، انك على كل شيء قدير يا رب العالمين.